إلى جانب الشجاعة والبسالة الإيمان والإنسانية، تميزت شخصية يوسف بكرم بصفات الصدق والثبات والصراحة، فقد حافظ على التزامه بالمسيح في أدق وأخطر الحالات، لا سيما أثناء المعارك التي خاضها، حيث كان لا يتوقف عن الصلاة في الأوقات المحددة حتى عندما كانت العساكر العثمانية تقترب من مكان تواجده، ولم يكن ينهض للدفاع والقتال إلا بعد أن يكون قد أكمل صلاته. ومما لا شك فيه أن تمسكه بتعاليم السيد المسيح وبالمواقف النبيلة والقضايا المبدئية قد حال دون بلوغه المواقع السياسية التي استحقها، نظراً لرفضه اتباع الأساليب الملتوية والمناورات والمتاجرة بالمبادئ التي تحفل بالممارسات السياسية. معكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بحلقه جديده من عظماء الكنيسه من داخل كنيسه مارجلس باهدن، حيث ضريح البطل الكبير يوسف بيك كرم. حلقه عظماء الكنيسه اليوم بتطل على رجل ثار على العبوديه، وايضا كان متمسك بحياته الروحيه والدينيه، وايضا كان مقدام بالشجاعه والبطوله، وحارب كرمين جرب وحاول انه يحتل الارض اللبنانيه. بنقول مساء الخير لكل المشاهدين، الله معك ابونا. الله معك داني، الله مع كل مشاهدي تيلي لوميال ونورسات وما كانوا عم يتابعوا برامجنا، وخاصه عظماء الكنيسه البرنامج الاسبوعي اللي بطل عليكم عبر شاشاتنا كل ليله سبت على 8:30 مع اعاده الاحد الساعه 4 حتى نحكي عن عظماء طبعوا كنيستنا. واليوم نحن بنعيش فكرهم، بنعيش ايمانهم، انسان غير عادي، مؤمن غير عادي، هو يوسف بيك كرم. نحن موجودين قدام ضريحه وبنتمنى وبنطلب شفاعتك يا يوسف بيك كرم. يمكن الايام بعدت كثير سنين عن بعضها، من 1800 اذا بدكم و50 داني، مع انه كانت فتره كثير كبيره ايام الظلام والظلم اللي عايش فيها يوسف بيك كرم، ولكن ما عم نعيش احسن. نحن ضاعت معنا سنين، يعني صرنا من 1975 لليوم كثير سنين مرقت، ونحن تقريبا عم نعيش التاريخ عم يعيد نفسه، ما بعرف لايمتى، ولكن نحن بنطلب شفاعته داني بهالحلقة. هيك شفاعة هالقديس يلي هو غير مطوب، مثل ما رح نقول بعد شوي بأحد الكتب ومع ضيوفنا يلي رح بيشاركونا هالحلقة. حلو كتير. أكيد اليوم لبنان بحاجة والعالم العربي بحاجة لبطل مثل يوسف بيك كرم. خلال حلقتنا ومع ضيوفنا يلي كتبوا كتير عن يوسف بيك كرم، رح نتعرف على شخصيته، على روحانيته، على مبادئه، وعلى ثوراته والحروب يلي قادها، واللي طبعا كان دايما ينتصر فيها مثل ما هو كان يقول، بقوة ربنا، بشفاعة سيدة غرطة مار يوسف وكل يلي كان يصلي لهم.